مساء الخير. بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن أساسيات تصميم المواقع، وعرفنا المصادر وعرفنا المحرر. اليوم راح نبدي نتكلم عن أول لغة وهي الهيكلية الـ HTML. الـ HTML هي لغة ترميز، وتعني هي Hypertext Markup Language، لغة ترميز. ستراكتشر مالتها يكون على هذا الهيئة، ولكن هاي هنا HTML5. هي تبدي HTML head title close head body close body close HTML. راح نبدي اليوم على سبلايم، ناخذه هنا نحدد ال HTML. هنا طلعت لنا هيكلية كاملة. ال HTML هي البداية، الهيد هو الرأس، يعني بمعنى أكثر اللي يكون هذا شكله بأي موقع، هذا الهيد وهذا التايتل مالته يكون، اللي هو هذا ال URL بمقصود. هنا راح نكتب page، بعدها نكتب جملة صغيرة ال H1. هنا ال H1 الهيدنج، ال H1 هي تكبير للجملة. راح نكتب الجملة شهيرة هلو وورد، وراح ناخذها نفسها H6. سيف بالبداية، هنا راح نعطي سيف، هو راح يكون محدد لل HTML. نعطي 1، راح ناخذ هنا ال H1 أخذ أكبر شيء، ال H6 أخذ أصغر شيء، بمعنى أنه الهيدنج هو عملية تكبير للجملة، فيكون ال H1 هو أكبر حجم، وتستخدم أكثر شيء للعبارات. مثلا تكون العبارات النص بالوسط، عبارات تعريفية عن الموقع، فهذا يكون استخدامها أكثر شيء. هذه الدورة راح تكون ليست يعني مفصلة كلش، وإنما هي تعطي أساسيات كأساس بناء موقع عن طريق الـ HTML والـ CSS وباستخدام تقنية البوتستراب. هنا حنكمل شوية الموقع، نسوي له هيكلية، نمسح هذه، نشتغل التاجات الأساسية بال HTML المستخدمة. هنا صارت الجملة سنتر. راح نسوي باراجراف مصغر، نروح على النص، ناخذ منه نصوص. هذا اغلب المبرمجين او المصممين المواقع يستخدموا، لأنه نصوص يعني جاهزة. راح ناخذ section، داخله paragraph، نشوف الاختلافات بيناتهم. HR هنا، ال HR راح تشوفون كل عملية انه شنو كل تاج يعني
ناخذ شيء مبسط، بعدها نبدي نضيف. بس هنا راح تكون تواجهنا مشكلة انه شيء يمشي. هنا اخذ الباراجراف الاول لانه الباراجراف هو تحديد قطعة، بس اخذ على طول الصفحة. وقلنا بالمحاضرة الاولى بالتصميم الناجح انه الصفحة لازم تكون بها كونتينر. هذا راح يجي ان شاء الله من ناخذ السي اس اس اكثر. احنا هسه حاليا دا نبني هيكل للموقع. صار النص عندنا، احنا صارت صفحة عندنا بها نص، بس شكلها ما مشجع انه تكون موقع كامل متكامل يعجب الزبون او اليوزر او الزائر. اليوم راح نعرف شنو الناف. ناف شنو الناف وشنو هو؟ اي هنا هاش يعني للسهولة. ناخذ كوبي بيست. اذا نريد نسوي نحط هذه، ناخذ كوبي بيست بس نغير الاسامي. كلوز للناف. الناف هسه نتعرف عليه شنو هو. هنا بين لنا الناف. الناف هو اللي يكون بعد الهيدر مباشرة، بعد الهيد. بالتصميم الناجح حطينا انه لازم يكون بالصفحة ناف اند فوتر. الناف هو نتعرف على الصفحات اللي هي تربطنا، يكون عن طريق التاج الاي الAHREF اللي هو الأنكر لينك، رابط بين صفحة وصفحة. هنا نقدر نسوي الهوم داخل الأباوت ونربطها كصفحات. هنا حناخذ الHR اللي هو خط يكون، ونطي BR. البR هو مثل الانتر، يعني الانتر بالكيبورد هي عبارة عن البR بالتصميم، وال HR هو لاين خط. هنا راح يكون موجود او لا، بين هياته. اخذ العنوان، هذه صارت عندنا صفحة كاملة مبنية بال HTML، محتوية على نيف بار او نافيكيشن، ومحتوية على فوتر، ومحتوية على نص، ومحتوية على هيدر. هذا هنا يكون عندنا صفحة كاملة مبنية بال HTML. راح نحتاج لها انه تكون مشجعة للزيارة من قبل اليوزر او الزائر او الزبون. شلون نكون يعني نسوي لها جمالية؟ عن طريق ال CSS.
إن شاء الله تكونون فهمتوا هاي المادة وتكون سهلة فكبداية هذه وكتصميم سريع، ومع السلامة.